والبلاغة ثلاثة فنون لا رابع لها: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. وباختصار، فإن الإنسان إذا أراد أن يعبر عن شيء فإن له معنى في نفسه، وإذا أراد أن يعبر عنه جاء ما يسمى بعلم البيان، وإذا أراد أن يحسن وأن يبدع هذا البيان جاء ما يسمى بعلم البديع. وعلم البديع نوعان: معنوي ولفظي.